خلصت خلاص قرعه ربع نهائي دوري ابطال اوروبا، واللي حددت الطريق لحد المباراه النهائي بمواجهات صعبه لكل الاطراف، وكانت بعنوان ماتشات الانتقام. طبعا دورتموند واتلتيكو مالهمش دعوه بالكلام ده. المهم ان كل فريق عنده طور تاريخي مع الفريق اللي هيقابله، وممكن تحصل مفاجات كتير، فيا ترى مين اللي هيكسب فيهم؟ لايك وشير وسبسكرايب، وتعالى نشوف اللي حصل في القرعه. هنبدأ بماتش تكسير عظام بين بطل النسخة الحالية وبطل النسخة اللي قبلها، مانشستر سيتي وريال مدريد. آخر سنتين اللي فاز على التاني فيهم هو اللي كسب دوري الأبطال، وبنتكلم على أقوى فريقين مرشحين لللقب طبعا، وكل فريق منهم مختلف عن التاني تمام. فأنت قدامك سيناريوهات كتيرة غير متوقعة، فريق منظم وعنده عناصر قوية في منظومته زي السيتي، على الناحية التانية فريق عنده شخصية وفردياته مرعبة. وبعيدا بقى عن نية الفريقين للفوز باللقب، بس كده كده في نية للانتقام. ريال مدريد عايز ينتقم من السيتي لأنه خرجه من الشامبيونز ليج السنة اللي فاتت بمجموع ماتشين 5-1، رقم كبير قوي على ريال مدريد. فانك تلعب موسم تاني ضد الفريق اللي كسبك 4-0، هنشوف يا ريال. نفس الكلام ده بقى على السيتي، الموسم اللي قبله ريال مدريد خرجوا بمعجزة، خصوصا ان السيتي كان شبه صعد خلاص لولا سيناريو الفم حاجة اللي كلنا عارفين. في حاجة بقى ممكن تبقى وشها وحش على المدريدست، انه الماتش الاول في سانتياغو برنابيو، يعني العودة هناك في ملعب الاتحاد مرة كمان، ودي خلتني الاحظ رقم غريب قوي في المواجهات بين الفريقين. دايما اللي بيتلعب على ارضه ماتش العودة هو اللي بيصعد في النهائي، حتى قبل ما بيب جوارديولا يدرب السيتي كمان في 2016، كان ساعتها بيليجريني هو مدرب السيتيزن، كان قبل نهائي دوري ابطال اوروبا وريال مدريد كسب في العودة 1-0. ولو افتكرت بقى السنة اللي فاتت السيتي كسب العودة في الاتحاد 4-0، والسنة اللي قبلها فما حاجة 3-1 لريال مدريد في برنابيو. المرة دي بقى العودة على أرض السيتي في الاتحاد. تفتكروا بقى ريال مدريد ممكن يخسر المرة دي ولا هيكسر اللي احنا متعودين عليه؟ خصوصا ان ريال مدريد السنة دي معاه بيلينجهام وفيني في افضل مستوياته، ونص ملعب ريال مدريد مرعب بمعنى الكلمة، اكيد هيلعب بالشباب ومش هيكرر غلطة كروز ومودريتش تاني. وخبر حلو لجماهير ريال مدريد، كورتوا وميليتاو هيكونوا رجعوا من الاصابة، ماتش كل الاحتمالات فيه ممكنة، فتفتكروا مين اللي هيقدر يكسب ويتأهل؟ ماتش تاني بقى صعب جدا بين برشلونه وباريس سان جيرمان. ده ما كانش اسهل فريق ممكن برشلونه يقابله، بس في نفس الوقت ما كانش اصعب خصم ممكن يقابله، وتحديدا بقى وكويس قوي انك بعدت عن بايرن ميونخ في الدور الثمانيه، ده انت حتى مش هتلعب ضد سيتي جوارديولا. راح للغريب، برشلونه بقى له اكتر من 8 ماتشات عامل سلسله لا هزيمه، وتحسن كتير بعد فورمه يامال وكوبارسي، اتنين لعيبه من الشباب حسنوا جوده الدفاع والهجوم. وقلت لكم ان باريس مش اصعب ماتش، وده ما ينكرش ان الفريق خسر في 2021 5-2 مجموع الماتشين، ومبابي سجل له هاتريك في كامب نو، ودي حاجه مش سهله يعني. بس سيبك من كل ده، انريكي وهيلعب ضد برشلونه، عنوان صحف ده والله. الماتش ده ليه سيناريوهات كتير قوي تخيلتها من وقت ما عرفت انهم هيلعبوا بقى. اكتر حاجه عمري ما هنساها ريمونتادا التاريخيه ومن سجل هدف التاريخ، ماتش 6-1 الشهير بجول سيرجيو بيرتو في الاخر، ودي كانت واحده من اشهر الريمونتادات اللي حصلت في تاريخ الكوره. بس تعالى اقول لك كده، هو انت فاكر مين كان مدرب برشلونه وقتها؟ لويس انريكي، اللي هو مين بقى؟ مدرب باريس دلوقتي. انريكي اللي قال ان لو باريس سجلوا فينا 4 احنا قادرين نسجل فيهم 6. دوار الكوره دي والله. انا مش عايزه اقول لكم ان هو ممكن يدرب برشلونه اساسا الموسم اللي جاي، بس ده مش موضوع. خلينا بقى نشوف من زاويه تانية، وهي ان كيليان امبابي رايح ريال مدريد، وهيبقى عايز يقدم لهم زي ما بنقول هديه كده يفتكروا بيها لما يمشي، فهيطلع بقى كل اللي عنده. ومشوارهم للنهائي اسهل من الفرق التانيه، اصلهم لو كسبوا هيقابلوا الكسبان من اتلتيكو او دورتموند، وساعتها يبقى امبابي خرج برشلونه خالص من دوري الابطال ورايح لريال مدريد وهو كسبان البطوله اللي المدريدستا بيحبوها. وانا خايفه بقى ان ناصر الخليفي يحاول يقنعه ان هو يكمل. طبعا مش انا اللي خايفه، ده جمهور ريال مدريد. برشلونه بقى لو كسب المواجهه دي هيستفاد كتير قوي، لانه لو كسب باريس ممكن يوصل للنهائي اصلا، خصوصا ان طريقه مش صعب، هيفرق مع الفريق كتير قوي ماديا، حتى كمان هيفرق معاهم رياضيا ومعنويا، لانه اخر مره الفريق اتاهل لربع النهائي كان 2019 2020. فالطموح المره دي مختلف، ان برشلونه يوصل لابعد من كده، وده كمان ممكن يخليه يلعب في كاس العالم للانديه 2025، وده طبعا هيبقى شيء مقبول قدام المشاكل اللي كان بيواجهها الفريق في اول الموسم. تخيل بقى لو كسبوا دوري الابطال، دي هتبقى من اكبر المفاجات في تاريخ الكوره. تالت ماتش بقى واللي هربان من اليوروبا ليج، وانت ايه اللي جابك في دور الثمانيه في دوري الابطال؟ كل الفرق عماله بترزع في بعض وعايزين يلعبوكوا، تقوموا انتوا الاثنين بتلعبوا بعض؟ اتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند، ماتش اكتر حاجه مهتمين بيها هم يلعبوا ضد مين في نص النهائي؟ هيلعبوا ضد الكسبان من باريس او برشلونه؟
سالكة للنهائي. أتلتيكو مدريد بعد ما قدر يطلع انتر وصيف دوري أبطال اللي فات بعد ماتش مجنون جدا خلص بضربات الجزاء، ودورتموند كسب إندهوفن يعني برضو كانت سالكة. أكتر حاجة لفتت انتباهي سانشو اللي سجل مع دورتموند ودلوقتي موجود في ربع النهائي، وفريقه المعار منه مانشستر يونايتد مش في البطولة كلها أصلا. بس دورتموند يا جماعة بصراحة يستحق كل التقدير، إن مهما اتباع منه نجوم دايما محافظ على مكانه في دوري الأبطال. أتلتيكو مدريد وأنا في بالي كده سيناريو صعب قوي يحصل، تخيلوا يا جماعة لو فضلت ماشية مع أتلتيكو مدريد لحد النهائي، وإيه بقى؟ لقينا الناحية التانية ريال مدريد كمان وصل، ويبقى ديربي مدريد تالت في نهائي دوري الأبطال. تخيلوا سيميوني ممكن يحصل فيه إيه لو السيناريو ده حصل ومكسبش برضه. قولوا لي توقعاتكم مين ممكن يكسب الماتش ده. قبل ما ننتقل للماتش بقى الكلاسيكي الجميل، أرسنال وبايرن ميونخ. واحنا رجعنا كام سنة لورا يا جماعة، أصل كان دايما أرسنال بيلعب بايرن وبايرن اللي بيكسب، ومش أي مكاسب يا جماعة، ده خمسة رايح وخمسة جاي في الإمارات وفي أليانز أرينا. فاحنا كنا بنقول إن الموضوع من باب الإفيه إن هما ملعبوش قدام بعض في الدور الـ16، فيقوم إيه اللي يحصل بقى؟ القرى هتجيبهم ضد بعض في الدور الـ8. لا ده جاي لنا بقى. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الكسبان من الماتش ده في طريق الموت هيلاعب الكسبان من مانشستر سيتي وريال مدريد، يعني اللي هيكون فيهم من الاربع انديه دول لسه في روح هيدخل يلاقي ماتش اصعب تاني. طيب يا جماعه علشان نبقى متفقين، بايرن عقده كبيره قوي لارسنال وكسبوا كتير قوي في دوري الابطال، 10 بمجموع الماتشين و7-1 في 2015، لكن المره دي بقى الفرصه جايه لارسنال ان هو ينتقل، لان الاول مره وعلى الورق وانا بقول لكم اهو يا جماعه ارسنال افضل من بايرن. كواد ارسنال قوي جدا مع منظومه قويه مع المدرب ارتيتا، مع منظومه شباب قويه كمان هو اللي بناها، والفريق بدا يثق فيه وفي مشروعه، بدليل ان هم منافسين على دوري الانجليزي سنتين ورا بعض، واللي بيحصل في دوري الابطال ده بيزود شخصيتهم اكتر، مش مطالب منهم خالص ان هم يكسبوا البطوله، لكنه درس يخليهم اقوى علشان يقدروا يكسبوها بعد كده، في الوقت بقى اللي بايرن اساسا عنده ازمه ثقه، وقربوا كمان يخسروا الدوري لباير ليفركوزن، فعلى الورق نقول ارسنال يكسب، لكن ما ينفعش ابدا ما تراهنش على شخصيه بايرن في دوري الابطال، ودافع الانتقام عند ارسنال ممكن يبقى سلاح ذو حدين، دافع يخليهم يكسبوا وده منطقي، او يكون ورقه ضغط ان التفكير في الانتقام يخليهم يخسروا. قول لنا انت في التعليقات شايف انهي احتمال فيهم اقرب. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، شاركني انت في التعليقات مين الاربع فرق اللي تتوقع انهم يوصلوا لنص نهائي. لايك وشير وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات علشان يجيلك كل جديد. اشوفكم الحلقه اللي جايه.